هل يجوز لشخص أن يرفض ترقية في العمل وهو الأكفأ وتركها لمن هو أقل منه وينتج عن ذلك تقليل كفاءة العمل؟ نسألهم العلة التي منعتك يا أبا ماهر العيدي. إذا لم تكن علة وجاءه المنصب، فإن يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فيعرف أن الأيام التي هي مقبلة عليهم أيام مجاعات، فلذا هو الذي طلب أيضا اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.